السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد صلاح من قناة أندرويد خالد. النهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد وهنعمل لكم ريفيو لموبايل من شركة أونر، وهو موبايل 10i، وهو آخر إصدار صدر من شركة أونر للفئة المتوسطة. الموبايل أصدر في شهر 4/2019، بيجي بسعر حوالي 1000 ريال سعودي. الموبايل من أهم مميزاته طبعا إنه بيجي بثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، وبيجي بمساحة 128 جيجا داخلية و4 جيجا رامات. هنشوف مع بعض في الفيديو ده مميزات وعيوب الجهاز ونستعرضه مع بعض، وان شاء الله هنعمل لكم فيديو جديد بعد ما نستخدم الجهاز لفترة ونشوف ايه اللي هيظهر معانا من مميزات او عيوب جديدة مع بعض. اهلا بيكم مره تانية. موبايل اونر 10i احنا اشتريناه من خلال موقع نون، ودي كانت تجربه ممتازه جدا بحيث سرعه التوصيل والتغليف الممتاز للموبايل. سعر الموبايل حوالي 999 ريال، ده في الحجز المسبق، وكان معاه هديه. سعره في مصر حوالي 4500 جنيه. زي ما ظهر معانا هنا، دي الهديه اللي جات لنا مع الموبايل، وهي عباره عن سماعه من شركه اونر برضو. السماعة ديت الناس شكرت فيها جدا، بيقولوا ان جودة الصوت بتاعها ممتازة. السماعة لوحدها سعره حوالي 200 ريال سعودي، زي ما احنا شايفين هنا، بتيجي برضو باللون الازرق زي نفس لون الموبايل اللي احنا جبناه ده برضو بالصدفة. هنفتح مع بعض العلبة ونشوف ايه اللي جاي مع الموبايل. زي ما ظاهر الموبايل اللي احنا اشترينه النهاردة باللون الازرق داخل معاه الموف بالتدريج. هيظهر معانا هنا الدبوس اللي بنطلع بيه الشرايح او كارت الميموري، وبيجي معاه برضو هنا كفر سيليكون علشان نركبه في تليفون ويحافظ عليه شوية لحد ما تشتري له جرابات او حد ما يتوفر له جرابات في السوق. هنا بيظهر معانا هنا الشاحن، شاحن ثلاثي، طبعا بيجي ثنائي لو في الدول برا الخليج. بيظهر معايا هنا كابل اليو اس بي، ماكرو يو اس بي، عشان نشحن بيه الموبايل. هنشوف هنا في العلبة اللي جاي معاه تاني هنا، ويظهر معانا هنا السماعة او الهيدفون بتاع الموبايل. موبايل اونر 10i بيجي بمقاس شاشة 6.21 انش بدقة 2340 × 1080 ميجا بكسل، بنسبة الشاشة 90% من الموبايل. زي هنشوف هنا من تحت مدخل منفذ الشحن الماكرو يو اس بي مع 3.5 منفذ السماعة مع السبيكر. من الجنب هنا هيظهر معانا زراير باور وزراير الفوليوم اللي بيعلي بيوطي، ومن فوق هيظهر معانا مدخل شرايح والكارت الميموري والمايك. لو بصينا من الخلف من هنا هيظهر معانا مكان بصمة الصباع. الموبايل هنا بيتوفر فيه الحماية عن طريق بصمة الصباع او الوجه، ويظهر معانا هنا الثلاث كاميرات الخلفية ومعاها الفلاش. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات، اول كاميرا بتيجي مقاس 24 ميجا بكسل، الثانية 8 ميجا بكسل، الثالثة 2 ميجا بكسل. لو بصينا من قدام هنا الشاشة هيظهر معانا النوتش، وبداخلها كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل، والنوتش عبارة عن ووتر دروب. الموبايل بيجي برامات 4 جيجا ومساحة داخلية 128 جيجا، وبيجي بمعالج كرين 710. الموبايل ممكن تركب له شريحتين او شريحة او كارت ميموري، وبيدعم كارت ميموري حتى 512. الكاميرات الخلفية زي ما احنا قلنا هي 3 كاميرات. الكاميرا الاولى 24 ميجا بكسل، بتيجي بفتحة عدسة 1.8 من 10. الكاميرا التانية بتيجي 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 من 10. الترا وايد الكاميرا التالتة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 من 10. لو جينا بصينا هنا للكاميرا الامامية، بتيجي بدقة 32 ميجا بكسل، وبصراحة حاجة ممتازة جدا في تصوير الفيديو او في تصوير الفوتو العادي. طبعا الكاميرات هنا بتتميز بالذكاء الاصطناعي من حيث ان تظبيط الالوان، بتعدل على الالوان، بتطلع صورة الجودة ممتازة جدا. الصور هنا بتوضح لنا مدى وضوح ونقاوة الشاشة في الموبايل، بصراحة انا شايفة الالوان ممتازة جدا، وبتوضح لنا برضو ان انت ممكن تستخدم الموبايل بايد واحدة وانت مرتاح، يعني مش لازم تستخدم بايديك الاتنين، حجمه مناسب بالنسبة للايد. الموبايل زي ما احنا عارفين ان هو بيجي بطارية بحجم 3400 ملي امبير، بيجي بالالوان الازرق، ومدرج بيكون بالوان الموف زي ما احنا زي اللي معايا، ويجي برضو باللون الاسود او الاحمر.
زي ما احنا شايفين. بالنسبه بقى المواد المصنوع منها الموبايل، الموبايل مصنوع من ماده البلاستيك، بس بصراحه هي جوده ممتازه جدا. انا شايفه ان هي بالنسبه للشكل ان هي ممتازه جدا، والالوان فيها واضحه جدا. في نهايه الفيديو انت اللي تقدر تحكم على الموبايل ده، يشوف هيكون ناسبك ولا لا، وشايف المميزات اللي فيه اكتر او العيوب. من وجهة نظرنا المميزات اللي فيه ان هو طبعا شاشة كويسة، دقة الالوان بتاعتها ممتازة، في 3 كاميرات قوية، في كاميرا الامامية بدقة 32 ميجا بكسل، البطارية كويسة برضو، في خاصية الMFC ديت مهمة جدا. طبعا كل الموبايلات الجديدة لازم يكون فيها خاصية MFC، وان شاء الله هتتفعل في معظم الدول ونحتاج ليها. هنرجع للعيوب، هو اكبر عيب في الجهاز منفذ الشحن. منفذ الشحن هنا من USB 2، وده مشكلة ان معظم الموبايلات الجديدة حاليا تنزل بالتايب سي. التايب سي بيدعم الشحن السريع، وحتى معظم الاجهزة حاليا دلوقتي بقت تتوافق مع التايب سي، فديت انا كنت شايفه من وجهة نظري، انا شايف ان ده عيب في الموبايل. وكان رد شركة اونر ان هي بتحاول تخفض من سعر الموبايل شوية، فاضطرت ان هي تشيل منفذ التايب سي من الجهاز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو شايف ان الفيديو ممكن يفيد حد ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.